أربعة شارع شريف. ديزاينر ببقى دايما مستني كده الكولكشن الخاصة بيها، ودايما حاجتها مختلفة، وانا مسميها السهل الممتنع، حاجتها فيها المعادلة الصعبة اللي اي ديزاينر يتمنى ان هو يعملها وهي بتعرف بتتقنها. الشياكة مع البساطة مع الخامة الحلوة مع قطعة الملابس او الديزاين اللي هو ما بيروحش عليه، ممكن تلبس كذا سيزن وما تحسش ان هو البنت او الست ان هو حاجه قديمه. فبرحب بايمان النشرتي مره ثانيه، منورانا. ميرسي يا شريف. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. احكي لنا كده على الكولكشن الجديده. الكولكشن الجديد زي السيم السنه دي 2021، الدارك اللي فيه هو الكارو، والالوان البيزك هي الاساس عندهم، وتالت حاجه كمان ان الخامه هي العاديه اللي ممكن تلاقيها في اي مكان، مش زي السنه اللي قبلها كان في خامات بتبقى صعب جدا ان انت تلاقيها. الخامه هنا هو الحاجات زي الفسكوز والصوف اللي بنستخدمه في الكارو والجوخ والحاجات دي كلها، دي موجوده اكشلي موجوده، وانت ممكن تستخدمها بس بتغير في الديزاين المناسب للسيم الثاني. طيب انا فاكر اول مره استضفتك فيها، افكرك؟ فكرت. كنا في قناه المحور من 6 سنين، بس كنت عامله حاجات سواري. وكنا ساعه الكريسماس والنيو يير برضو. صح كنت عامله حاجات سيمبل قوي قوي قوي. فانا عايز اعرف انت سبتي السواري واتجهتي للحاجات الكاجوال والسبور شيك ومفيش سواري ليه؟ انت السواري بتاعك كان يجنن، الحاجات كانت حلوه قوي. هو اللي واجهني كده هو زهير مراد فعلا. أوكي. هو لما كان في كومبيتيشن طلعت بيها الاثنين مع مع ستيفانيا، كانت في ايطاليا فاشن اكاديمي، طلعت فيها وكنت استشرته، قلت له ساعتها احنا طبعا بعد ما نتخرج بنحدد احنا هنبقى ايه، يا كوتور يا اما سواري يا اما ويدنج يا اما ريدي تو وير، فانت شايفني في ايه؟ طبعا كان قدامه الديزاينات بتاعتي والخطوط بتاعت الرسم الديزاين، فهو قال لي الصراحه، قال لي ايمان انا شايفك يا اما في سواري، بس الافضل انت بتحبي جدا في خطوطك تلعبي في القصه بتاعت الريدي تو وير، فلو اشتغلتي في القصه دي هي انا ابصم لك انك هتمشي فيها. والحقيقه كلامه كان صح. بس انا فاكر الكولكشن دي ما بنساهاش لانها كانت حلوه قوي ومميزه قوي وسهله قوي، فعشان كده دايما بقول لك انا شايف بقى وجهه نظري ان انت ممكن تبقي الاثنين، يعني عندك الكولكشن مقسومه اثنين، نص كاجوال وريدي تو وير ونص سواري، مش هقول عليه الاوت كوتور، السواري البسيط السامبل اللي هو مش موجود كتير برضو، خلي بالك. دي حقيقه، دي حقيقه. صح كده؟ بس هو الديزاينر الشاطر يا شريف اصلا بيقدر يعمل كل حاجه. وانت شاطره. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. يلا فاصل ونرجع لكم، خليكم معايا لو سمحتوا. أربعة شارع شريف.
رجعنا لكم مرة تانية، وإيمان النشرتي النهاردة الحاجات كلها أحلى من بعضها، وفي حاجات أبريمي دي اللي بعد الظهر. شوية. ده مهم قوي. يعني كده وكده. بالظبط. طيب خلينا بس قبل ما نكمل كلامنا نقول الناس تتواصل معاكي إزاي، بتبيع حاجتك إزاي؟ أونلاين والبوتيك. طيب نازل الفيسبوك والإنستجرام على الشاشة، والبوتيك فين؟ جنب سفارة الإمارات. في مصر الجديدة. ايوه صح، جنب سفارة الامارات في مصر الجديدة. طب اللي عايز بقى يعرف العنوان والتفاصيل والكلام ده يخش الايمان النشرتي على فيسبوك وانستجرام الموجودين على الشاشة وتعرفوا كل الديتيلز. احكي لي بقى، في حاجة انت ليها علاقة ب حبايبنا اصحاب الهمم. بالظبط. وانا بقول عليهم ذو القدرات الخاصة. صح. لان من وجهة نظري ان هم بيقدروا يعملوا حاجات احنا ما نقدرش نعملها. دي حقيقة. دي حقيقة. بتعملي ايه؟ دي مفاجأة يعني بصراحة، هما فاجئوني. انا كنت بدرس فاشون في مكتبة مصر الجديدة، وكنت ماسكة تخصص اطفال، وبعدين انا قلت هجرب اذا كان هما هيقدروا يستجيبوا في قصة الفاشون ولا لا. الصراحة اللي يعني لما لقيتهم بيستجيبوا في الاكسسوارز، لقيتهم في الفاشون اكتر من الاكسسوارز. بيعملوا ايه؟ ما شاء الله الولاد استجابوا جدا. فهمتهم يعني ايه مود بورد، وابتدوا يطلعوا افكار من الديزاينات، من ديزاينات من المود بورد، وابتدوا يلونوا ويماتش الالوان مع بعض احنا نفسنا ما نعرفش نعملها. اكيد هم نظرتهم للحياه مختلفه بكل حاجه، وتركيز يا شريف اكتر من الاطفال واكتر منا احنا. هو لو ركز بس معاك لحظه، مش عايزه اقول لك، بيعرف ينفذ اللي انت بتعمله اللي انت بتقوله، وبيعرف يبتكر ازاي. هم داون سيندروم. وفي اوتيزم. في اوتيزم. ده كمان الاوتيزم عباقره ما بيهزروش، وبعدين مركزين. مش عايزه اقول لك الولاد ما شاء الله كمان يعني التعليم والديزاين ما شاء الله، كل يوم والتاني بقى لنا سنه مثلا، سنه ونص في القصه دي، هي كل يوم والتاني بيبعت لي ديزاينات كل شويه كل شويه. بيعجبني فيك ان انت برضو ديزاينر مختلفه، يعني ليكي انشطه كتيره غير ان انت ديزاينر وبتعملي حاجات حلوه. ليكي انشطه مع اصحابنا دول الهمم، وليكي وحاجات الروتري ما بروح باب. انت موجوده ونرويل ومجلس قومي للمرأة. وبتعملي نشاطات فظيعه. مجلس قومي للمرأة ده اهم حاجه. طبعا مجلس قومي للمرأة دولت حبايبنا دول، ده يعني كلكم اشطر من بعض. فحلو ان انت عندك حاجات كتيره، انشطه في حياتك كتيره بتعمليها جانب. اعتقد كل الكلام ده بيديكي فكر اكتر، بيخليكي مش كده؟ انا باخد بستمد قوتي من لو اللي قدامي محتاجني في حاجه. مش عايزه اقول لك انا ببقى انت برج ايه؟ برج العقرب. اوكي. بس انا لما بلاقي قدامي محتاجني انا ببقى شخص تاني. ليه بقول مثلا مجلس انا فرحتك في ان انت الست دايما بتبقى ست ضعيفه، فبحس ان انا لما بساعد السيدات ببقى حاجه. الستات دلوقتي ضعفه؟ طبعا. ده انتوا اثبتوا وجودكم وتالت وبتالت. اوفرلود يا شريف، ما تنكرش، لا احنا شايلين حمل كتير جدا. ده حقيقة. يعني الحقيقه يعني الواحد فرحان وفخور بستات مصر. صح ولا لا؟ طبعا وفخور وخليني كمان ابعت لهم الف سلامه وتحيه دلوقتي بالوزيرات. اللي في الوزاره عندنا كلهم سبع او ثمان وزيرات، مش عايز انسى حد، مش هقول اسامي عشان ما بقاش، بس ببعت لهم الف سلامه وتحيه وميرسي على المجهود اللي شرفتوا مصر. شرفتونا وشرفتوا سيدات مصر. ميرسي على المجهود اللي انتوا عملتوه في 2020 وهتعملوه في 2021، وكل مجلس الوزاره في الحقيقه يعني سواء رجال او سيدات، بس بما انت ذكرتي دلوقتي السيدات فبنبعت لهم الف سلام وتحيه. تيجي نشوف اخر جزء من الفاشن شو. يلا بينا مزيكا.
الله 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 على الكولكشن الحلوه. شرفتيني ونورتيني. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. وما تغيبيش عننا لو سمحت. لا لا طول معاكم. خلاص نورتيني. اهلا وسهلا بيكي. بشكر استاذه ايمان النشرتي الفاشن ديزاينر على وجودها معانا النهارده. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. وانتظرونا عندنا بكره حلقه هتعجبكم قوي. بكره بعد الحلقات كل حلقات يا رب تعجبكم اتمنى ذلك. بس بكره عندنا حفله مع اصحابي الصغيرين فيها مفاجآت وحاجات لذيذه قوي ان شاء الله تعجبكم. ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. شكرا لكم. باي باي.